أهلا بيكم. سيناء هي ممر الأنبياء وأرض الشهداء، فيها كلم ربنا سيدنا موسى على جبل الطور، وعلى ترابها ضحى المصريين بأرواحهم عشان يحرروها من إيد الصهاينة. النهاردة مع بطل سطر على أرض سيناء بطولات وأمجاد، وكان اسمه لوحده كافي إنه يرعب الصهاينة. أخذ أنواط الشجاعة 3 مرات ونقط الواجب العسكري 2 مرات، ونجمة سيناء وعدد كبير من الأوسمة المصرية والعربية. النهاردة معانا أمير شهداء الجيش المصري في حرب أكتوبر، النهاردة معانا الأسطورة إبراهيم الرفاعي. إبراهيم الرفاعي كان جده عبد الوهاب لبيب أميرالي في الجيش المصري، ودي تقريبا توازي رتبة عميد دلوقتي. فنشأ إبراهيم في أسرة بتحترم القواعد العسكرية والتقاليد بتاعتها، ده غير تدين الأسرة اللي أثر على سلوكيات وأخلاق إبراهيم الرفاعي. اتخرج الرفاعي من الكلية الحربية سنة 1954، وكان من الدفعة الأولى لأول فرقة صاعقة مصرية. كانت بداية الرفاعي مع العدوان الثلاثي على مصر سنة 56، لما شارك الرفاعي أهالي بورسعيد في الدفاع عن المدينة الباسلة دي. لكن تقدر تقول ان بداية الأسطورة الحقيقية للرفاعي كانت بعد نكسة 67. كان الجيش المصري طالع من هزيمة صعبة جدا، وكانت المعنويات في الأرض، وكانت الناس محتاجة لحد يرجع للمصريين ثقتهم في نفسهم من جديد. فتم الاتفاق داخل قيادة الجيش انهم يعملوا مجموعة وينقوا مجموعة صغيرة من الفدائيين تكون دي بداية للمخابرات الحربية، ويكون قلبهم ميت عشان ينفذوا عمليات خلف خطوط العدو جوه سيناء. وتم اختيار إبراهيم الرفاعي عشان يكون قائد للمجموعة ويختار المجموعة دي ويقودها بنفسه. اختار الرفاعي في البداية مجموعة صغيرة من أبطال الصاعقة، وحدد أول مهمة للمجموعة دي يوم 4/7 سنة 67، يعني تقريبا بعد 2 شهر بس من هزيمة 67. كانت المهمة اللي حددها الرفاعي انه يحرم الاسرائيليين من الاسلحة والذخيرة اللي كان سابها الجيش بتاعنا الجيش المصري اثناء انسحابه من سيناء. وفعلا قدرت المجموعة دي اتخفت في ازياء مجموعة من البدو، ووصلوا لمنطقة الشيخ زويد وفجروا قطر كامل كان محمل 1,000,000 صندوق ذخيرة، وترجت سيناء كلها على اصوات الانفجارات اللي رعبت الاسرائيليين. وبدأت مع كل عملية يعملها الرفاعي ترتفع معاها روح جنودنا المعنوية، ويتسابق الجنود على الانضمام لمجموعة الرفاعي. بعدها بدأ الرفاعي يكبر المجموعة في عدد المجموعة بتاعته الفدائية، اللي حط لها مجموعة سماها اسم 39 قتال، وعمل لها شعار راس النمر كرمز للمجموعة. ولما الناس سألته عن الشعار ده أو سبب الشعار ده، قال لهم إن ده كان شعار البطل أحمد عبد العزيز في حرب فلسطين، واللي قاد مجموعة من الفدائيين في الحرب في عصابات ضد الصهاينة. كانت أول عملية للمجموعة 39 بعد تشكيلها إنها أسرت واحد اسمه يعقوب روني، وده أول أسير إسرائيلي بعد النكسة. عملت له كمين لمجموعة إسرائيلية في منطقة جبل مريم في قلب سيناء، وتأثر الراجل ده. في أوائل 68 إسرائيل نشرت مجموعة صواريخ أرض أرض بهدف إنها تفشل أي خطة مصرية للهجوم على المواقع الإسرائيلية. قام رئيس الأركان في الوقت ده، وكان الاسم العظيم عبد المنعم رياض، قام باستدعاء إبراهيم رفاعي وقال له: يا إبراهيم، إحنا محتاجين صاروخ من دول بأي تمن عشان ندرس تأثيره على الأفراد والمعدات، لو يعني ندرس تأثير لو الأسرين فكروا إنهم يستخدموا ضدنا. طبعا ده كان طلب غريب جدا وتقريبا مستحيل، لأنه سهل تعمل عملية خلف خطوط العدو، تفجر، تقتل، تأسر جنود، تأسر ضابط، إنما تخطف صاروخ أرض أرض؟ طبعا دي كانت حاجة صعبة جدا. لكن الرفاعي بكل هدوء قال للفريق: رياض، علم وينفذ بإذن الله. جمع الرفاعي مجموعة صغيرة من رجالته، إسلام وغلوش وعلي نصر، وعدوا القناة على فلوكة. وفي ساعات قليلة كان رفاعي هو ورجالته راجع ومحمل مش صاروخ واحد ولا 2، 3 صواريخ. تخيل 3 صواريخ حتة واحدة رغم الحراسة المشددة طبعا،
يعني ورغم المواقع الإسرائيلية الحصينة، الدنيا اتقلبت في الكيان الصهيوني. عزلوا قائد كتيبة الصواريخ في سيناء، وفي مصر اتولدت أسطورة إبراهيم الرفاعي أو رجل المستحيل. ده اللقب اللي أطلقوه عليه القادة ورجالته والجيش المصري. من ساعتها دب الرعب في قلوب الصهاينة لدرجة أنهم سموا مجموعة الرفاعي كتيبة الأشباح، وده كان اللقب الرسمي خلاص للمجموعة 39 قتال. في يوم 8 مارس سنة 69 استشهد الفريق عبد المنعم رياض وهو بيتابع الموقف على الجبهة على نقطة متقدمة بيننا وبين الصهاينة. استشهد في قصف مدفعي صهيوني كده. الرفاعي قرر ساعتها انه ينتقم لمقتل القائد بتاعه، وحط خطة لإقحام نفس الموقع ده اللي حصل منه الضرب على الشهيد عبد المنعم رياض، وكان الموقع ده في منطقة لسان التمساح. واختار الرفاعي ليلة الأربعين على استشهاد رياض، وعبر برجالته واقتحم الموقع وأبات كل الضباط والجنود الإسرائيليين اللي فيه، كان عددهم 44. اتصدمت إسرائيل صدمة كبيرة جدا من ضخامة الخسائر، لدرجة أن إسرائيل قدمت احتجاج في الأمم المتحدة على العملية دي بحجة خرق اتفاقية روجرز لوقف إطلاق النار. بعد العملية دي زادت الضغوط على عبد الناصر عشان يوقف القتال بعد معاهدة روجرز، فتم الاتفاق أن الجيش يرفع إيده رسميا عن مجموعة إبراهيم الرفاعي، وإنها تتحول لمجموعة مدنية ومالناش دعوة بيها، الجيش ملوش علاقة بيها. فتم تجريد المجموعة من شراتهم ورتبهم العسكرية، وغير إبراهيم الرفاعي اسم المجموعة من 39 قتال لمنظمة سينا العربية، وضم الرفاعي لمجموعته عدد كبير من أهالي سينا الأبطال من المدنيين، وبقت المجموعة دي بتنفذ عملياتها بدون أي مسؤولية سياسية أو عسكرية على مصر. في يوم 5 أكتوبر سنة 73 تم استدعاء الرفاعي وأفراد مجموعته ورجعوهم للجيش مرة تانية، وادولهم رجعوا لهم شراتهم ورتابهم واسمهم القديم 39 قتال. ومع بداية حرب أكتوبر تنقل 3 طيارات هليكوبتر الرفاعي ورجالته لمنطقة بلعيم شرق القناة عشان يدمروا آبار البترول اللي هناك عشان الجيش الإسرائيلي ما يستفيدش منها، وفعلا ينجح الرفاعي ورجالته في تدميرها. وينفذ الرفاعي مع مجموعته عمليات في شرم الشيخ وراس محمد ومطار الطور، ويتجن الإسرائيليين من الأشباح اللي بتضربهم وبتختفي. نروح بقى لآخر مشهد وهو مشهد الختام في حياة البطل الأسطورة إبراهيم الرفاعي، ونخلي اللي يحكي لنا المشهد ده مشهد النهاية دي أبو الحسن. أبو الحسن ده واحد من رجالة إبراهيم الرفاعي وتلامذته. بيقول أبو الحسن: كنا بعد كل عملية كأننا بنتولد من جديد، فكنا بننزل ناخد أجازة قصيرة ونرجع تاني. بعد الثغرة كنا مخلصين عملية، رجعنا مقر الكتيبة وتوقعنا ناخد أجازة زي كل مرة، لكن لقينا الرفاعي صرف لنا سلاح مضاد للدبابات، وكانت الأوامر أننا نرجع الإسماعيلية ورجعنا. لما رجعنا اتصدمنا من اللي عملوا الإسرائيليين من الدبح وفتح البطون وهرس الجثث بالدبابات. كان اللي راجعين من الثغرة بيقولولنا: انتوا رايحين فين؟ انتوا مجانين. وأول ما قربنا من مكان اليهود نزلنا على رجلينا، سبنا العربيات وشلنا سلاحنا وقسمنا الرفاعي 3 مجموعات وطلعنا فوق قواعد الصواريخ وهجنا على الإسرائيل هاج الموت. قال لنا: بدل بكده كده ميتين فخلينا نفتح عليهم أبواب جهنم. وبدأنا نولع في دباباتهم. الصهاينة بعد الصدمة قعدوا يدوروا مين القائد بتاعنا عشان عايزين يركزوا عليه. لقوا الرفاعي معلق في رقبته 3 أجهزة اتصال، فعرفوا إن ده هو البطل بتاعنا أو ده قائد المجموعة. طلعوا له مجموعة كاملة من المدفعية. احنا أول ما شفناهم نطينا من فوق قواعد الصواريخ عشان نحمي نفسنا، لكن إبراهيم الرفاعي فضل واقف زي الأسد يضرب في الإسرائيليين. رحت أقرب منه عشان أشده، زغدني في جنبي وكمل ضرب لغاية ما وقعت قنبلة جنبه انفجرت فوقع متصاب. خدنا البطل إبراهيم الرفاعي على مستشفى الجلاء وهو في حالة صعبة جدا بين الحياة والموت. جانا الدكتور لقى الدم مغرق صدره فقال لنا:
دخلوا أبوكم، فدخلناه غرفة العمليات ورفضنا أننا نخرج، فالدكتور زعق لنا وطلبنا منه أننا بس نودعه قبل ما نخرج، فقال قدامكم دقيقة. دخلنا له وبوسناه في جبهته وأخدت مسدسه ومفاتيحه ومحفظته، وما قدرناش نمسك نفسنا، انفجرنا في البكاء لأننا عرفنا أن الرفاعي استشهد. وده كان يوم جمعة يوم 27 رمضان، وكان الله يرحمه صايم، لأن الله يرحمه كان بيأمرنا بالإفطار ويرفض أنه يفطر. اتسلمنا جثته بعد 3 أيام وكانت طالعة منه ريحة المسك. الله يرحم الأسطورة إبراهيم الرفاعي أمير الشهداء، ويجعل حياة البطل قدوة لإخواننا من ضباط الجيش، عشان يتعلموا إن في فرق كبير جدا إنك تضحي بحياتك وتدافع عن بلدك وأهلك وأهل بلدك، وإنك تعيش تدافع عن نظام خيائن سلم تيران وصنافير وفض سينا للصهاينة. إبراهيم الرفاعي بيعلمنا إن في فرق كبير قوي إن رصاصك يبقى في صدر عدوك أو إنه يبقى في وش ابن بلدك اللي من لحمك ودمك. إبراهيم الرفاعي ما خدش رتبة زيادة، ما بقاش قائد جيش، ما بقاش قائد سلاح، ما بقاش رئيس دولة بانقلاب عسكري. إبراهيم الرفاعي كان بطل حقيقي، مش بطل من بتوع الكامب ديفيد.